ومع تسارع الأحداث ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل الإخبارية السورية في حلب أنس رمضان. مرحبا بك أنس. نعم، تحية لك. تحية لك أنس. أنس، يبدو بأن التطورات الميدانية في سوريا وفي حلب بالتحديد تتسارع على الأرض مع تقدم الجيش السوري والقوات المسلحة والسيطرة على مناطق جديدة. تلات القراصي والقراصي والعمارة والبرندة في ريف حلب الجنوبي. لو تضعنا أنس في تفاصيل المشهد الميداني الحلبي. نعم ناصر، كما ذكرت تطورات متسارعة لا سيما على الجبهات الواقعة في ريف حلب الجنوبي، منذ أن فرضت قوات الجيش العربي السوري والقوات الحليفة سيطرتها على كامل تلة أم العمد الواقع أم القرع الواقعة في ريف حلب الجنوبي، سعى الجيش العربي السوري لاستكمال عملياته العسكرية للسيطرة على باقي هذا المحور الاستراتيجي. لذا استكمل الجيش عملياته العسكرية وبغطاء جوي من مقاتلات الجو السورية الروسية. تقدمت القوات البرية من النقاط الواقعة في محيط تلة أم القرع، ومن ثم توجهت إلى السيطرة على باقي التلال، وهي قراصي وتلة قراصي والعمارة والبرندات الواقعة كما ذكرت في ريف حلب الجنوبي. هذا التقدم كما ذكرت وهذه المعارك التي خاضها الجيش العربي السوري ضد المجموعات الإرهابية المسلحة أبرزها جيش الفتح، يسعى من خلالها الجيش إلى السيطرة على كافة هذا المحور، أي التلال وكسب معركة التلال، لأن بهذه السيطرة والسيطرة على باقي النقاط أو ما تبقى من نقاط هذا يسهل بطبيعة الحال استعادة محور الكليات وصولا إلى منطقة الراموسة الواقعة على الأطراف الجنوبية لمدينة حلب. ويمكن وصف هذا التقدم بالاستراتيجي لأنه بطبيعة الحال زاد من تجديد الخناق على المجموعات الإرهابية المسلحة، أي أن كل طرق الإمداد للإرهاب من الريف الجنوبي إلى الغرب باتت مقطوعة، إضافة من الريف الجنوبي أيضا إلى الأطراف الجنوبية الغربية، ناهيك عن فرض الجيش العربي السوري حصار للمرة الثانية على الإرهابيين المتواجدين داخل الأحياء الشرقية بعد قطع كل طرق الإمداد التي كما ذكرت تصل الريف الجنوبي بالأحياء الشرقية، وذلك بعد السيطرة على هذه التلال واستكمال السيطرة اليوم على نقاط جديدة. ويمكن أيضا الحديث عن الأهمية الاستراتيجية بأن محور الكليات بات بحكم ساقط ناريا لا سيما مع الإشراف الناري الذي يتم من خلال تواجد الجيش العربي السوري وتمركزه في هذه النقاط الجديدة. ناصر، أنس، بعيدا عن الشان الميداني، ما هي التطورات على الصعيد الخدمي في المحافظة؟ بالنسبة للواقع الخدمي كما ذكرنا مرارا وتكرارا عبر الشاشة الإخبارية السورية، هنالك استمرار لورود قوافل المحروقات والمواد الغذائية والخضار، إلا أن أبناء مدينة حلب يواجهون اليوم صعوبة كبيرة من الحالة الاقتصادية والمعيشية، لا سيما مع ارتفاع أسعار الخضار، لا سيما الخضار الموسمية إن صح الوصف وإن صح التعبير، إضافة أيضا لارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، هذا بما يخص السلع والمواد الغذائية. أما بالنسبة للحقبة أي مولدات الأمبيرات التي تعتبر خط بديل أو بديل عن التيار الكهربائي والذي تدخل مدينة حلب شهرها الثاني من قطاع عام للتيار الكهربائي، اليوم بعض أصحاب هذه المولدات وعلى الرغم من قرار المحافظة وإعطائها وبيعها كامل المخصصات لأصحاب مولدات الأمبيرات، البعض سارع يعني إلى استغلال المواطنين بشكل آخر من خلال إيقاف بعض المولدات بحجة الإصلاح. لذا اليوم المطالبات جميعها تتجه نحو مديرية التموين والتجارة الداخلية لضبط هذه الحالات التي تشهدها مدينة حلب. ناصر، نعم، أنس رمضان مراسلنا من حلب، كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا لك.